يسأل أو تسأل هل صحيح من مات يوم الجمعة أو ليلتها لا يسأل في قبره؟ أو هل لموت الإنسان في يوم الجمعة ميزة أو موعظة؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم دليلا في فضيلة الموت في يوم الجمعة، أي لا أعلم دليلا خاصا بذلك، ولكن من حيث أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو سيد أيام الأسبوع، نظرا لذلك فإنه يرجى أن يكون للموت في هذا اليوم، أن يكون فيه فضيلة لهذا الميت، لأنه يوم فاضل ويوم عظيم، فيرجى أن يكون في موت المسلم فيه ثواب له وأجر له. نعم.